السلام عليكم، ازيكم؟ بالنسبه للفيديو ده موجه للاطباء البيطريين والطب. احنا في الدراسه بتاعتنا بتكون دراسه الاكس راي والراديوجرافي عموما ما بتكون مقتصره بنسبه كبيره نظرا لضيق الوقت يعني على الفيزيكس بتاعت الجهاز، تمام؟ لكن الجزء بتاع الانتربريتيشن والديزيزز والدايجنوزز بتاع المشاكل المختلفه اللي بتيجي سواء كانت بتيجي في الهارد تيشو او السوفت تيشو ده ما بناخدش عنه فكره الكبيره بالنسبه للدراسه بتاعتنا الاساسيه. عشان كده انا كدكتور بيطري او انا كطالب لسه أنا ناوي ان انا اتخصص، يعني ان انا عايز اطور من نفسي واعرف الموضوع ده كويس جدا، لازم ادور في الموضوع ده واحاول اطور من نفسي فيه. عشان كده احنا في اسطوبي هنا عملنا لكم كورس كويس يعني عن الموضوع بتاع الراديوجرافي الديتيلز، تمام؟ هو زي ما يكون يكافئ دبلومه بالراديوجرافي والاكس راي وكدايجنوزس وكبوزيشننج ديفرنت كيسز. الكورس ده جايبين عاملينه من ريفرنس اكتر من حوالي 70 تكست بوك وريسيرش بيبر، فده هتكون حاجه يعني ان شاء الله كويسه تكون كبدايه لاي دكتور بيطري حابب ان هو يكمل في ان هو يطور من نفسه في الموضوع ده ويكون دي انطلاقه ليه وريفرنس ليه بعدين. الكورس بيتناول حاجات كتير جدا سواء كانت البدايه من الجزء بتاع السوفت وير بتاع الاجهزه وانواعها وازاي الشغل معاها الشغل عليها، وكمان البوزيشن مختلف من كل حيوان التاني عشان ما بقاش محتار ان انا عايز مثلا اشوف عظمه معينه او سوفت تيشو معين عامل ازاي ما بقاش عارف احط الحيوان ازاي وهكذا. فبدايه من البوزيشننج النورمال والابنورمال بتاع كل بارتيشن في الجسم سواء كان هارد تيشو او سوفت تيشو زائد الابلكيشنز بتاعنا ان شاء الله. يعني هو الكورس بيكون على مدى حوالي 26 سيشن، غير الاكتيفيتيز اللي بتشوفها غير الاكتيفيتيز اللي بتقوم بيها خلال الكورس، غير يعني ان انت ان شاء الله لما تكون خلصت الكورس معنا تكون شفت حوالي اكتر من 5000 اكس راي فيلم. وهو ده الهدف ان احنا تكون ثروه بيقول لك عليها ايه، ثروه فوتوغرافيه للاكس راي يعني في دماغك، تكون زي بيزكس كده. بعد كده هي دي اللي بتعمل لك ايدنتيفيكيشن لاي بروبلم قدامك ايا كان. ده كانت معلومات بسيطه خالص عن الكورس اللي احنا عاملين نعمله. لو عايزين اي حاجه ابعتوا لنا وشكرا لكم.